بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر عمرو سمك ان شاء الله رب العالمين. هنبدأ ان شاء الله نحل الموديل نمبر 4 بسرعة كده سريعا. After eating a meal rich in fats, the highest concentration of fatty acids will be. لما انت تاكل اكل فيه فاتس، لما يجي الفاتس ده هيتهضم. سيادتك لما تيجي تهضم الفاتس، لما تهضم الفاتس، الفاتس ده يا جماعة اتهضم الى ايه؟ لو انت فاكر الى فاتي اسيد ويها وجليسرول. طب تمام زي الفل. ايه تاني؟ لما تيجي لما بعد ما يتهضم يحصل فيه ابزوربشن. عشان يحصل ابزوربشن عندنا، لحظة واحدة، علشان يتهضم الفاتس هيتهضم الى فاتي اسيد بلس ها جليسرول زي ما انت سيادتك عارف. لما يجي يحصل له بقى ابزوربشن يدخل في الفلاي في انهي سكة؟ احنا قلنا يا جماعة السكة بتاعت الليمفاتيك روت اللي هيمشي فيها في الليمف. لما يجي يروح للقلب، يروح للقلب من تحت ولا من فوق؟ من فوق. فبالتالي اكبر حاجه عندي بيكون فيها فاتس هو السوبيريور فينا كافا. لانك انت لو انت مش مذاكر كويس، لو انت معاك التابلت في الامتحان او انت عايز تدور، هتفتح الليمفاتيك روت هتبص عليها هتلاقي انك انت بتودي الفاتس او الفاتي اسيد والجليسرول بيروحوا من السوبيريور فينا كافا. From which of the following the figure represent a transverse section in the plant stem. دلوقتي انت جبت نبات، stem بتاع نبات اهوت، وحطيته في colored water، ميه ملونه. مين الحاجه اللي هتتلون بنفس لون الميه؟ معروف الحاجه اللي هتمشي فيها الميه هتاخد نفس اللون بتاع الميه، اللي هي ايه يا جماعه؟ الزايلم. بينقل الووتر والمينرال سولت من الروت للستيم للليفز. فبالتالي الزايلم هو اللي هياخد نفس اللون. بالتالي لما اجي اتكلم هنا جماعه، مين فيهم هنا الزايلم بيشاور على الزايلم؟ طبعا اللي بيشاور على الزايلم هنا هو ايه؟ لانك انت عندك هنا بيكون ده ستيم، فدي كده الزايلم، ودي كده الها، دي كده الفلايم، وده كده الزايلم. واللي في النص بينهم ده كان اسمه كامبيوم. اوعى تنسى الكامبيوم، لا يخلو منه اي امتحان. الكامبيوم ده لازم يجي لك، لان الكامبيوم ده undifferentiated cells، خلايا تحت الانشاء، نوعها meristematic cells، بتعمل ديفيجن وتطلع لبره يبقى secondary phloem، تعمل ريفيجن وتدخل جوه يبقى secondary xylem. دي اللي بتزود الثيكنس او الديامتر بتاع الستيم. طب رقم 3، when the number of the red blood corpuscles in adult person 3 million. طيب لو انت عندك انسان عنده 3 مليون، انت اصلا في الطبيعي الميل بيكون عنده من 4 ل 5 مليون، الفيميل من 4 ل 4 ونص، لذلك احنا عندنا دم اكتر منهم. ده الطبيعي او ده النورمال. لو واحد عنده 3 مليون يبقى عنده نقص في الريد بلاد كوربسلز، يعني عنده نقص في الهيموجلوبين، يبقى الايرن اند هيموجلوبين برسنتج ديكريز ان ذا بلاد. طيب increasing the rate of the element diffusion against concentration gradient. لما اقول لك against concentration gradient يبقى انا كلامي كده على حاجه اسمها اكتف. ها يا جماعه اكتف ترانسبورت بيبقى انت محتاج فيها كيميكال انرجي، محتاج طاقه، يعني محتاجها اي تي بي تنقل عكس التركيز اللي هو من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. از ريليتد تو اول اوف ذا فولوينج اكسبت، ما عدا increasing the active transport. طبعا increasing the active transport. The plant need four more phosphorus. ممكن يكون عنصر الفوسفورس محتاجه، فبالتالي بياخده من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. The absorption of macronutrients only يعني مش عايزين مايكرو، مش عارفين. نخش على بعدها. The increasing of the respiration rate. لا الريسبيريشن ريت بيزيد. تقول يا مستر ايه علاقة التنفس بالقصة دي؟ ما انا هقول لك، ما انت لما تكون محتاج اكتف ترانسبورت الريسبيريشن يزيد. والريسبيريشن يعني ايه؟ يعني تنتج انرجي او تنتج اي تي بي اللي هو 38 اي تي بي. فاكتف ترانسبورت لما يزيد او يشتغل يبقى الريسبيريشن يزيد، يبقى الاجابه عندي هتبقى سي، ان انا ذا ابزوربشن اوف ماكرو نيوترينت اونلي. طب ممكن اكون محتاج مايكرو نيوترينت كمان. السؤال اللي بعديه، ذا ريلاكسيشن اوف ذا وولز اوف ذا رايت اتريوم از سينكرونايزد باي. بص يا سيدي، صل على النبي، لما اجي ارسم القلب او بعيدا عن كل القصه دي عشان خاطر وقتك ووقتي، بص يا سيدي، لو هاجي هرسم القلب اهو، اجي هعمل كده اهو، واجي هعمل كده. ايوه هو ده القلب، ايوه هو ده القلب، وقسمته حتتين اهو. تمام مفيش مشكله. ده كده عندي نص يمين ونص شمال. بيقول لي the relaxation of the wall of right atrium. احنا قلنا يا جماعه صوره القلب ميرور ايمج، بمعنى ان انا عندي شمال يمين ويمين شمال. هنا يا جماعه عباره عن ايه؟ دي ايد الشمال، دي ايد الشمال، يبقى ده عباره عن ايه؟ ده رايت سايد، ده كده ايد اليمين يبقى ليفت سايد، ده كده عباره عن رايت اتريوم،
ده كده عبارة عن right ventricle، ده كده عبارة عن left atrium، ده كده عبارة عن ايه؟ left ventricle. تمام. انا لما اقول لك بقى the relaxation of the wall of the right atrium، يا جماعة لما الرايت اتريوم ده يعمل فيه relaxation يبقى اكيد ده بيحصل فيه contraction. يا جماعة لما ده يعمل relaxation يبقى ده بيعمل contraction. لما ده يعمل contraction فالدم هيطلع بره القلب. لو انت فاكر الدم هيطلع بره القلب كان بيطلع هنا منين؟ من البلمونري ارتري. فكان في فالف هنا بيفتح اسمه ايه؟ اسمه بلمونري، ها بلمونري فالف. يبقى ده بيفتح البلمونري فالف في نفس الوقت التراي كاسبت فالف بيقفل، لان ده خلي بالك ده بيعمل ريلاكسيشن فبيملى دم. طب ده يعمل كونتراكشن فالدم ما يرجعش تاني فده كده قافل. احنا قلنا يا جماعه الترتيب ورا بعض في الحصه. فهنا يا جماعه عندي لما الدم يجي يطلع كده، فلما الدم يجي يطلع كده لازم تفتح له الفالف اللي هنا اللي هو مين؟ اللي هو البلمونري فالف. يبقى سينكرونايز يعني يعني بيصاحبه ايه؟ اوبننج اوف ذا بلمونري فالف. لما البلمونري فالف بيفتح في نفس الوقت اللي بيحصل فيه رايت ات رايت اتريوم ريلاكسيشن. طيب ده سؤال رقم 6، ذا اوبوزيت فيجر illustrates a transverse section in the plant root. بلانت روت، وخلي بالك هو بيقول لك ده بلانت روت ولا ده بلانت ستيم ولا بلانت ليف. Which of the following parts absorb water and salts ions mainly؟ طبعا اللي بيعمل absorbing الوتر ومن الصوت هو الزايلم. وانت في الرسمه دي عندك مين الزايلم؟ اللي هو 3 ده اللي هو نمبر 3. تعالى كده اخدك على جنب ونرجع تاني نتكلم عن حاجة عندي اسمها لو عايز اتكلم على شكل الفاسكولار باندل. خلي بالك انت عندك زايلم في الليف وفي الستيم وفي الروت. لو انت عايز تتكلم على شكل الفاسكولار باندل في كل واحدة فيهم، شكل الفاسكولار باندل اللي فيها الزايلم والفولاي. لو انت بتتكلم عن الليف ورقة النبات، ورقة النبات بيكون فيها طبقتين اتنين بس. خلي بالك من الكلام بقى، بيكون عندك من فوق زايلم ومن تحت فلويم، وده ظاهر في الرسمة بتاعت سيادتك بتاعت الليف. سامع كده في التي اس في الليف. رقم اتنين، لو انت بتتكلم على الستام ودي اللي عندك واضحة في المنهج والرسمة واضحة ومرسومة عاملة كده نفس القصة برضه، زايلم انا اسف فلويم الاول وبعدين كامبيوم، ده كده عبارة عن الفلويم وده كده عبارة عن زايلم، ده كده عبارة عن حاجة اسمها كامبيوم. خطير لازم يجي في الامتحان. رقم 3 عندك الروت الفاسكولار باندل، ما هو الروت لو ده كده الروت عندي الرسمه اللي عند سيادتك بيكون في حاجه عندي عامله كده وفي عندي حاجه عامله كده، اللي في النص ده بيكون الزايلم وده كده بيكون الفلويم. تمام كده. فده اشكال الفاسكولار باندل في الثلاث حاجات عندي في الليف وفي الاستيم وفي الروت. سيادتك عندك الاستيم هو الوحيد اللي بيكون فيه كامبيوم عشان خاطر يزود الثيكنس او العرض بتاعه او الديامتر بتاعه. خلي بال سيادتك الليف وانت كده بتذاكر في الليف التي اس بتاعت الليف بعد الباليسيدو اللي في الاسبونجي هتلاقي ان الزايلم تحت بعض الصفوف كده تحت بعض وتحتيه بيكون الفلايم. فانت عندك الزايلم الاول وبعدين الفلايم، ادي الزايلم وادي الفلايم، وده كده بالنسبه لشكلها في الاستيم. ده شكلها بالنسبه لمين؟ للروت. فانت عندك بيشاور في النص على الزايلم، فالاجابه عندك هتبقى مين يا جماعه؟ هتبقى الزايلم اللي هي رقم 3. Which of the following helped absorbing oxygen rapidly from the blood at present in the two lungs؟ لما نيجي نقراهم كلهم كده هو في خطا هنا، ان دي سي اير ذات انتر ان ذا تو لانجز كونتين لور اماونت اوف اوكسجين ذان ذا اير كامز اوف اوت. طبعا طبعا دي كده هتبقى دي بي ودي كده سي، ترتيب بس الخطا بس. طبعا الاجابه عندها تبقى سي، انك انت الاكسجين عايزه يبقى يعمل له يحصل له ابزوربنج بسرعه يبقى الجدار اللي يعدي منه رفيع. نفس القصه برضو لو انت عايز الميه تعمل هيحصل لها ابزوربنج الوتر من السولت في الروت هير لازم تكون الروت هير رفيعه الجدار بتاعها ثين تو ابزوربها تو بيرمت ذا باسج اوف ووتر اند مينرال سولت ثرو ات. يبقى الاجابه عندي الوول اوف ذا الفيولوس ثين اند هاف لارج سيرفيس اريا، اجابه حلوه. سؤال رقم 8، which of the following statements doesn't agree with the heart blood circulation؟ تعالى نقراهم واحده واحده بقى. اول واحده عندي بيقول لي when the two ventricles contract the valves between، لما الventricles يعملوا contraction مين بيفتح ومين بيقفل؟ اللي بيفتح عندي هو السيميلونار فالفز اللي هم مين؟ اللي هم البلمونري والاورتك. في نفس الوقت مين اللي بيقفله؟ التراي والباي. يبقى the valves between the atria and the ventricles close doesn't، طبعا الاجابه دي صح ما ينفعش. When the two ventricles relax the semilunar valves close. جماعه لما الفنتركل تعمل ريلاكسيشن يبقى اكيد بتستقبل الدم، يعني التراي كاسبت والباي كاسبت فاتحين في نفس الوقت. طالما التراي والباي فاتحين يبقى انت عندك السيميلونار قافلين. تمام كده، يبقى انت الاجابه دي عندك صح. When the two
When the two atria contract, the semilunar valve open. لما ال two ventricles لما ال two atria بيعملوا contraction يعني بيعصروا الدم، ايه اللي بيحصل عندي؟ انت عندك ال boy وال try بيفتحوا تمام عشان يعصروا عشان الدم ينزل لتحت. في نفس الوقت ايه اللي يحصل في السيميلونر فالف؟ السيميلونر فالف عند سيادتك بيقفله. فانت عندك الاجابه دي غلط، يبقى هي دي الاجابه الصح اللي هو عايزها، يعني ان دي مش ماشيه مع البلاد سيركيوليشن. يبقى انت خلي بالك الاثنين عكس بعض، لما في فالف بيفتح في فالف بيقفل، بمعنى لما التراي والباي الاثنين يفتحوا يبقى اكيد السيميلونر قافلين، لما الباي والتراي الاثنين يقفلوا يبقى اكيد السيميلونر عندي اللي هما البالمونري والاورتيك فالف الاثنين فاتحين. فلازم تاخد بالك من القصه دي كويس جدا. طيب سؤال رقم 9، the fermentation in yeast fungus differs from the fermentation in the exhausted muscle fiber in the. بص يا سيدي، الفرمنتيشن في اليست اللي هو بنسميه، كنا بنسميه ايه نوع الفرمنتيشن ده؟ في اليست كان اسمه الكحوليك فرمنتيشن، انما عندي في المصل كان اسمه يا جماعه اسمه اسيديك فرمنتيشن. طب انا لما اقول لك بقى الفرمنتيشن بتاع اليست الاسيديك الكحوليك بيختلف عن الاسيديك، قلنا ان كان في كميه انرجي بتكون زياده، اللي هي لانك انت عندك في الالكحوليك كان بيطلع كربون دايوكسيد، بيعمل ايه في الووتر في اللايم ووتر، بيسبب لها توربيديتي، فالكربون دايوكسيد دي قلنا بتدي كميه من الانرجي ازيد حاجه بسيطه، لذلك ذا انكريز اوف ذا ريليزد انرجي اماونت فروم ذا مولكيولز اوف ذا جلوكوز. طيب السؤال اللي بعديه، from the opposite figure the evolved gas from this experiment. لو انت عايز تشوف الاكسبيرمنت دي عباره عن ايه، دي عباره عن ده عندي اكواتيك بلانت نبات مائي، وبعدين عندي حاجه اسمها بوتاسيوم بايكربونيت ديسولفد ان ووتر، وعندي جاز بابلز وعندي صن. ده طالما عندي صن يبقى انت عندك في فوتونز، يبقى هتعمل فوتو سنتسيس تمام. يبقى انت هنا الاكسبيرمنت دي مثال على لها الفوتو سنتسيس، وعندي اهو اكواتيك بلانت، ده بلانت هيعمل فوتو سنتسيس، فداخل له كربون دايوكسيد وطالع منه اكسجين. بيقول لي فروم ذا اوبزيت فيجر ذا ايفولفد جاز، جماعه الفوتوسينثيسيس عكس الريسبيريشن، ياخد كربون دايوكسيد ويطلع اكسجين، فالاجابه عندي هتبقى جماعه هتبقى اكسجين. طيب لو عايز بعد كده اتكلم على اللي بعديه، which of the following statement describe the enzymes which present in the uncooked fruits and vegetables. دي فيها فكره حلوه دي لان هي مربطه بسينيور 1، بيتكلم عن الفروتس والفيجيتابلز. The plant enzyme doesn't work inside the plant only. يعني اشمعنى الانزيم ما بيشتغلش غير جوه النبات؟ لا طبعا يشتغل جوه النبات والحيوان. The enzyme change in their reacting substance inside the human body. الانزيم ما بيتشينجش، الانزيم ما بيحصلش تغيير، الانزيم بيفضل زي ما هو not affected or consumed. The enzyme present in them become inactive by heating and cooking. ممكن، تعال نشوف اللي بعدها. The enzyme increase the activation energy. لا اخدت في اولى ثانوي ان هو بيديكريز ذا اكتيفيشن انرجي، بيخليه يبدا عند رقم قليل، يبقى الاجابه عندي هتبقى سي. تعال ناخد برضه الفكره بتاعتها في اولى ثانوي، قلنا يا جماعه وانت اخدتها في سينيور 2 السنه دي انت اخدت معلومه صغيره بتقول لك ايه، تقول لي ان الانزيم نروح هناك في الدايجستيف سيستم في الهيتيروتروفيك نيوتريشن وشوفها. كنا اخدنا يا جماعه معلومه ان الانزيم افكتد باي حاجه اسمها تمبريتشر وكان حاجه اسمها بي اتش درجة الحرارة. الانزيم يا جماعة بيكون ليه درجة حرارة مثالية اللي هي الاوبتيمال، لو انت فاكر اوبتيمال تمبريتشر اللي هي بتكون كام؟ 37. طب لو انت زودت عن كده الجراف بتاعها كان شكله عامل ازاي من اولى ثانوي؟ لو انت فاكر الجراف بتاعها كان بيبقى عامل كده، يبقى دي كده تمبريتشر 37، عند 37 تلاقيه اعلى كفاءة هنا، يبقى في التمبريتشر اهو 37 تطلع فوق تلاقي اعلى نقطة اللي هي التوب. التوب دي اللي هي مين يا جماعة؟ اللي هي الاوبتيمال تمام كده. طيب هتلاقي فيها الانزيم اكتيفيتي اعلى كفاءه اهو. طب لو انت زودت درجه الحراره اهو التمبريتشر هتلاقي الاكتيفيتي بتاعته بتقل، طب لو قللت الاكتيفيتي برضو بتاعته برضو بتقل، ففي الحالتين الانزيم اكتيفيتي ويل ديكريز تمام كده. طيب يبقى انت لما تعلي درجه الحراره اكيد الانزيم مش هيشتغل، لان اي انزيم في الدنيا لو عليت عليه درجه الحراره عن الاوبتيمال تمبريتشر بتاعته الانزيم اكتيفيتي ويل ديكريز، طيب يبقى الانزيم مستحيل هيشتغل. Study the opposite figure which shows a TS in a dicot plant stem. Which of the following expresses the undifferentiated cells? Undifferentiated cells خلايا غير متميزة، يعني لسه مش عارفين لشكلها أم الأم شكلها حاجة. يعني أنت بتتكلم على مين؟ هتتكلم على الكامبيوم. ما هو الكامبيوم ده خلي بالك طلع لك في كل حتة وجاي في الامتحان والله لازم يجي. الكامبيوم ده خلي بال سيادتك undifferentiated cells لسه خلايا تحت الإنشاء، سموها كده سميناها كده، لسه ما خلصتشها division، لسه بتعمل ديفيجن، والله ممكن ربنا يكرمها وتعمل ديفيجن تطلع لبره يبقى سكندري فلويم.
لو لجوه سكندري زايلم. مين يا جماعه هنا في الرسمه بتاعتي هو الكامبيوم؟ طبعا الرسمه المفروض تكون هنا. مين يا جماعه بيكون عندي كامبيوم؟ هو البي ده، يبقى الاجابه عندي هتبقى بي، كامبيوم اهو. طيب تعال نتكلم على سؤال رقم 13. From which do the walls of blood vessels and that spread between the cells? From which the blood vessels that spread between cells. مين يا جماعه اللي بيدخل بينتشر ما بين السيلز وبعضها؟ اسالك سؤال بس، تعال نجاوب بس هنا. اوف ذا ليفر تيشو، ماليش دعوه بالليفر، انا بتكلم على مين اللي بيدخل ينتشر جوه الليفر تيشو، حجمها صغير. يا جماعه اي حد انت خدت في المنهج عندك، ايه الحاجه اللي كانت بتنتشر من البلاد فيسلز تدخل عشان حجمها صغير؟ كنت اخد انك انت عندك البلاد كابيلرز. طب البلاد كابيلرز دي كان بيكون موجود فيها ايه؟ طبعا انت عارف البلاد كابيلرز الوول بتاعها بيكون فيه ايبيثيليال لاير، طبقه طلائيه، اللي هي مش احنا قلنا في عندي في البلاد كابيلرز عندي سي ام اي كونكتيف تيشو، ماسكولار تيشو، ايبيثيليال تيشو. طيب فانا عندي هنا الايبيثيليال لاير اهيت، وعندي ماسكولار تيشو، وعندي كونكتيف تيشو. طيب والله هو هنا في اختلاف على السؤال ده، احنا ممكن نعملها ايبيثيليال لاير وممكن ايبيثيليال لاير اند ماسكولار لاير، لانك انت عندك الاثنين، يعني ممكن، يعني احنا ممكن نخلي نمشيها طالما في ماسكولار. لا يا جماعه، لا يا جماعه معلش، احنا ممكن نمشيها الاثنين مع بعض طالما الاثنين موجودين. لا احنا مشوها الاثنين مع بعض، ايبيثيليال لاير اند ماسكولار لاير، لانك انت عندك هنا في ماسلز ونوعها كمان سموث ماسل. انا اسف غلطت، ما خدتش بالي منها، سموث ماسل. طيب يبقى ايبيثيليال لاير اند ماسكولار لاير. تمام. سؤال رقم 14. Study the opposite graph which describe organic compound that formed during cellular respiration. حلو. Inside the cytoplasm of a living organism in case of oxygen deficiency. حصل نقص في الاكسجين، يعني انت كده حصل، انت امتى يحصل anaerobic respiration؟ لما يحصل نقص في الاكسجين، decrease او lack of oxygen. Determine which living organism that perform the type of respiration. بص يا سيدي، انا عندي هنا number of carbon atom it produced organic compound، وعندي التايم. انت عندك هنا في كم كربونيه؟ في 6، فانت عندك هنا في سي 6، وعندي هنا في كام؟ في سي 4. معناها كده ان سي 6 كون سي كام؟ سي 3، انا اسف، سي 3. طيب معناها كده ايه؟ هو انت عندك في الانيروبيك ريسبيريشن يبقى عندك سي 3 سي 6 اتش 12 او 6 جلوكوز، بيحصل له الاول جلايكوليسيس وبعدين يمشي في السكه بتاعت الانيروبيك ريسبيريشن اللي هو الفرمنتيشن. كان عندي نوعين، في اسيدك وفي الكحوليك. الالكحوليك كان بيكون C2H5OH اللي هو الايثايل الكحول، انما هنا يا جماعه الاسيدك فيرمنتيشن كان بيكون C3H6O3 اللي هو مين ده يا جماعه؟ ده عباره عن اللاكتيك اسيد. حلو. فلما اجي اتكلم على ده كده اسيدك لاكتيك اسيد، الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده بيحصل في حاجه من الاثنين، يا اما بيحصل فين؟ في المسلز ويسبب ماسكولار فتيج، يا اما بيحصل فين يا جماعه؟ في البكتيريا. فانت عندك هنا في كام كربونات؟ سي 6. هنا عندك كام كربونات؟ سي 3. فانت نقصت العدد من 3 6 الى 3 3، يبقى انت كده بتتكلم على اسيدك ولا الكحوليك؟ لان بتتكلم على اسيدك، لانك انت لو بتتكلم على الكحوليك يبقى سي 2 اتش 5 او اتش ايثايل الكحول او ايثانول. إث قلت لك إث في الاورجانيك في العضويه، هتاخد ان إث يعني كام؟ سي 2 ايثايل. طيب يبقى كده يا جماعه بيحصل فين؟ هنا بيحصل في البكتيريا، لانك انت عندك 3H6O3. طبعا الكلام ده مش هيحصل لانك انت هنا مش ايثايل الكحول، هنا اسيدك فيرمنتيشن. A child ate a meal rich in or contain wheat and milk. طبعا القمح ده يا جماعه يعني عباره عن ستارش، ميلك ده يا جماعه يعني فيه لاكتوز. ايه سويتابل بي اتش ممكن نشتغل فيها؟ ايه المكان اللي ممكن اهضم فيه الستارش وفي نفس الوقت برضو الكربوهيدرات او اللاكتوز؟ تمام، انت بتتكلم كده على البنكرياس، هو اللي بيهضم البنكرياتيك جوس اللي بيهضم بيها الستارش واللاكتوز. طب يا جماعه المكان نفسه بقى، المكان نفسه قلنا كله بيحصل فين يا جماعه؟ في الديودينم. الاكل هو ماشي في الديودينم، بيرمي عليه الليفر، بيرمي عليه البايل جوس، والبنكرياس يرمي عليه البنكرياتيك جوس. فبالتالي البي اتش اصلا في الديودينم بتكون كام يا جماعه؟ بتكون 8 عندي. سؤال رقم 16. Which body organ can perform the formation and destroying? سؤال حلو ده، سؤال حلو. مين يا جماعة البادي اورجانز دي
بيرفورم ذا فورميشن اند ديستروينج ذا تو تايبس اوف بلاد كومبوننت، نوعين اتنين، بيكون نوع ويكسر نوع. عندك السبلين، السبلين يا جماعة بيعمل حاجتين اتنين، خلي بالك، بيكسر الريد او مكان تكسير الريد بلاد سيلز، ومكان تكوين الوايت بلاد سيلز. فانت عندك الطحال او السبلين مكان تكسير الريد بلاد سيلز ومكان تكوين الوايت بلاد سيلز. طيب which of the following graph describes رقم 17 the evolved oxygen amount from a plant during morning hours. اكبر كمية من الاكسجين اللي طالعة during the morning hours، يبقى انت عندك طالعة، يعني ده انت بتتكلم على الفوتوسينثيسيس، تمام زي الفل. يبقى انت عندك بالنهار الفوتوسينثيسيس بيكون زيادة او كتير، طبعا يا مستر عندك حق، عشان خاطر في السان لايت موجودة، يعني في ابزوربنج الووتر والمينرال صوت كتير، يعني الترانسبيريشن بول قوة الشد بتاعت النتح كتير، فالنبات هيطلع مية كتير، هيستخدم منها جزء كبير في الترانسبيريشن، جزء صغير في الفوتوسينثيسيس، فهيطلع اكسجين كتير. بقول لك كتير كتير كتير، يبقى انت كده عندك بالنهار اصلا انت عارف ان الفوتوسينثيسيس بيكون عندي كتير، فالاجابه عندي هتبقى ايه؟ دايركتلي بروبوشن. كل ما يكون عندك طبعا انت عارف المعلومه دي قلناها قبل كده في الشرح العادي، وحليناها قبل كده على سؤال، وده السؤال ده بالنص كنا حليناه قبل كده في البوكلت بتاعنا. الاجابه هتبقى ايه؟ السؤال اللي جاي ده حلو بقى. سؤال 18 study the opposite graph which show the sum of the photosynthesis process product then determine which of the following occurs in this stage. انت عندك هنا ده كده الاي تي بي اعلى حاجه. طبعا يا جماعه ده عباره عن ايه؟ photosynthesis. اوعى خلي بالك بقى في السؤال ده بيتكلم عن photosynthesis ولا respiration. هنا photosynthesis، كميه الاي تي بي كتير وكميه الاي دي بي قليله. ايه المرحله اللي بيكون فيها كميه الاي تي بي كتير او اللي الاي تي بي بيتكون فيها؟ لو انت فاكر دي كانت عباره عن اللايت رياكشن في الجرانه، لما كنا بنعمله ايه؟ تعالى كده على جنب افكرك، تعالى يا عم صلي بينا على النبي الاول كده، ما تتوترش ولا تقلق، الموضوع ان شاء الله يكون سهل ان شاء الله. بس انت اهم حاجه بس ما تزنقش زنقه زنقه الكلاب تاني، ما تبقاش كلب كده تقعد تزنق نفسك كل مره. انا عندي الووتر او ادي الميه H2O، كان بتتكسر حاجتين، كان عندي ال H2 وكان عندي ها ال O2. حلو، انا اسف، انا ال H2 وعندي ال O2. طبعا ال O2 ده كان بيطلع سكندري برودكت، ده كان بيطلع من الفوتوسينثيسيس. خلاص ال H2 دي طبعا الانرجي كان بيبقى عندي جزئين اتنين من الانرجي. طيب جزء عندي اهو من الانرجي بيطلع مين؟ كنت بخزنه فين؟ كنت بربط ال EDB بال B بلس الانرجي دي واكون حاجه اسمها ATP. ده كلام محترم، ده كان جزء من الانرجي. في جزء تاني كنت بتربط بيه الناد ال H2 كان بيقف مستنيها كوانزيم ناد B يمسك فيها بتحول الى اسمه ناد بي اتش 2. خلي بالك انا عندي هنا في الفوتوسينثيسيس في ناد بي، هناك في الريسبيريشن ناد بس. الكلام ده بيحصل في اللايت رياكشن. فانت عندك الاي تي بي عمال يزيد والاي دي بي كميته بتقل، لانك انت الاي دي بي ده بيتحول الى يا جماعه الى اي تي بي. فالقصه دي فين؟ في اللايت رياكشن. في نفس الوقت في اللايت رياكشن الاكسجين بيطلع على شكل سكندري برودكت، منتج ثانوي اهو. فالاكسجين يبقى الاجابه عندي هتبقى الاكسجين ريليزنج، المنتج الثانوي. طيب لو عايز اتكلم بعد كده على السؤال اللي بعديه بيقول 19 study the following diagram. عندي هنا الالفيولوس بتاعت الالفيولاي في اللنج، قال لي في هنا حاجه اسمها اكس عطاها للبلاد كابيلاري، عندي هنا حاجه اسمها واي عطاها للاير. لو انت مش فاكر الالفيولاي يبقى انت نصيبتك سودا. ليه؟ لانك انت ده لازم تيجي في الامتحان الالفيولاي دي، لازم. بص بقول لك لازم، كان شكل الالفيولاي عامله ازاي؟ ادي شكل الالفيولاي اهي، لان ده اصلا مثال على الديفيوجن عند سيادتك. انت لما تيجي تتنفس بتاخد غاز اسمه ايه؟ غاز الاكسجين اهو. وبعدين الدم بيبقى داخل كده في بلاد كابيلاري حواليها، لان دي اصلا مكان ذا اكتوال ريسبيراتوري سيرفيس، هي الالفيولاي، هي المكان اللي بيحصل فيه غاز اكستشينج، تمام؟ فبالتالي انا عندي هنا ادي الكربون دايوكسيد دخل في الدم، دخل الدم دي اوكسجينيتد، هيحصل هنا ديفيوجن جاز اكستشينج، الكربون دايوكسيد يجي هنا والاكسجين يجي هنا. فالالفيولاي عطل البلاد كابيلاري اكسجين وطلع هنا في الهواء، عندي هنا بيطلع كربون دايوكسيد اللي انت سيادتك بتروح عامل في ايه؟ في الشهيق، تروح مطلع الكربون دايوكسيد. وطبعا الدم هنا بيطلع نوعه اوكسجينيتد، اوكسجينيتد تمام، مؤكسج اهو، مؤكسج تمام.
لما اجي اتكلم هنا الناحية التانية اشوف هو عطى ايه للبلاد كابيلاري، عطاله اكسجين. طيب عطى ايه للاير؟ عطاله الكربون دايوكسيد. يبقى انت الاجابة عندك بالترتيب اكس وواي، يبقى انت عطيت للبلاد كابيلاري اكسجين، عطيت للاير كربون دايوكسيد، يبقى اكسجين وبعدين كربون دايوكسيد على حسب ما قال لي في السؤال اكس اند واي respectively، يبقى عندي الاجابة هتبقى ها هتبقى بي. طيب respiration occurs with high rate after performing running race so the body works on. طبعا لما انت تيجي تعمل مجهود عنيف قلنا لسيادتك انك انت المسلز ما تقدرش ان هي تعمل aerobic respiration، فسيادتك في الوقت ده بتعمل an aerobic respiration في حالة التنفس اللاهوائي. سيادتك بتبدأ تعمل ايه؟ بص يا سيدي، في حالة الانيروبيك ريسبيريشن او التنفس اللاهوائي سيادتك بتبدأ انك انت كده كده بتعمل جلايكوليسيس، فالجلايكوليسيس ده حاصل في الحالتين. امال ايه الفرق بينهم بقى؟ الفرق بينهم بقى سعادة الباشا انك انت بيكون عندي، لحظة واحدة اشرحها لك بالتفصيل كده عشان بس تكون فاهم القصة ماشية ازاي من اولها. كده كده يا اخوانا بيحصل في الحالتين جلايكوليسيس، فبيتكون عندي حاجه اسمها بايروبيك اسيد 3H4O3. تمام، طالما انت ما عندكش اكسجين يعني هتعمل انيروبيك ريسبيريشن. بص يا سيدي، انت كان يتكون عندك في الجلايكوليسيس حاجتين، اتنين اي تي بي واتنين ناد اتش. ده الناد اتش تمام مصدر للهيدروجين. انا عندي هنا ده كده عباره عن بايروبيك اسيد. لو انت فاكر البايروبيك اسيد ده بقى طالما في المصل، طالما في المصل او انت بتعمل مجهود، يبقى انت كده هتعمل اسيدك ولا الكحوليك؟ لا هتعمل اسيدك، اكيد هتعمل اسيدك فيرمنتيشن، يعني هتكون ايه؟ اكيد هتكون لاكتيك اسيد. تمام، اللاكتيك اسيد كان رمزه 3H6O3. الله، بقى H6 هنا H4، يعني انت ده اسمع كده، اسمع اسمع، ده هنضيف عليه اتش. هنجيب الاتش منين؟ من الناد اتش، يعني الناد اتش ده هناخده منها الاتش، يبقى هنعمل لها اوكسيديشن. نروح هنا نعمل بيها، طبعا هنروح هنا نعمل بيها ريدكشن، ريدكشن، فنضيف لده الاتش. هنا بيحصل ادنج هيدروجين، فلما نضيف هيدروجين هنا يتكون عندي لاكتيك اسيد. فالاجابه عندي بص هاخد هنا الاتش منها من النت اتش، هعمل له اوكسيديشن ريموفينج هيدروجين، اروح اعمل بيها ريدكشن هنا يعني ادنج هيدروجين. تمام كده، فيتكون عندي لاكتيك اسيد. فالاجابه عندي هتبقى اجي ابص في الاختيارات عندي اوكسيديشن اوف لاكتيك اسيد، لا لاكتيك اسيد ما حصلوش اوكسيديشن، اوكسيديشن اوف نات اتش طبعا حصل اوكسيديشن للنات اتش. اي تي بي مولكيول ديكومبوزيشن ما جبناش سيره الاي تي بي، ريدكشن اوف بايروفيك اسيد، البايروفيك اسيد بيحصل فيه ريدكشن. لحظه واحده عشان ممكن يكون دي نماذج المعاصر، ممكن يكون السؤال فيه مشكله وممكن تكون اجابتين صح، احنا ياما شفنا من كتاب المعاصر. البايروفيك اسيد هيحصل فيه ريدكشن، اه تصدق بقى صح، البايروفيك اسيد هنا هيحصل فيه ريدكشن اهو، لما يحصل فيه ريدكشن هضيف له هضيف له هيدروجين. يبقى والله العظيم الاجابتين صح، ده هيحصل فيه اوكسيديشن وبالتالي ده هيحصل فيه ريدكشن، والله الاجابتين صح. انا يا جماعه الرساله دي رساله كتاب المعاصر انا بحلها مع الناس كلها، او ريدكشن، يبقى والله العظيم الاجابتين صح، بي وسي الاثنين صح على فكره يا اخوانا، اوكسيديشن اوف نت اتش وفي نفس الوقت بيحصل ريدكشن. ما انت كده كده هتاخد الاتش منين؟ تروح وديها للبايروفيك اسيد تعمل بيها ريدكشن، يبقى ده يحصل له اوكسيديشن ده يحصل له ريدكشن، فلما تضيف الاتش على البايروفيك اسيد يتحول الى لاكتيك اسيد. طيب اهو كتاب المعاصم اللي انا غلطت اهو. 21 which of the following plant leaves produces greater amount of oxygen at day time. طبعا الصوره اللي بتكون موجوده فين هنا ديت، مين يا اخوانا في دول يبدا ان هو produce greater amount of oxygen؟ طبعا الصورة ما اتحطتش، انا اسف على مشكلة الصورة ديت. plant leaves produce greater amount of oxygen at day time، بيكون اكبر كمية من الاكسجين. سيادتك اكبر كمية من الاكسجين يعني يحصل photosynthesis، يعني هتاخد كربون دكسيد وتطلع اكسجين، يعني هتعمل يبقى لازم عندك فيه كلوروبلاست كتير، فيها بيجمنت اسمها كلوروفيل كتير جوه الجرانة، الكلوروفيل دي لونها جرين اخضر، فاكتر واحده تطلع اكسجين هي الاخضر الغامق، فالاجابه هتبقى عندي اللي هي دي، اللي هي دي الاخضر الغامق دي اللي هي السي دي. طيب what is the similarity between glycolysis and the Krebs cycle؟ يا جماعه الاثنين منهم الاثنين بيكونوا 2 اي تي بي، خلصت خلاص. the opposite graph illustrates the change، اه طبعا برضو نفس القصه الصوره برضو ما اتحطتش. the opposite graph illustrates، انت معاك الورقه
The opposite graph illustrates the change in the blood pressure for each of the left atrium and the left ventricle. لما left atrium وال left ventricle بنبص فيهم اللي حصل فيهم في blood pressure بتاعه during the heartbeat determine الوقت اللي بيحصل فيه ان الميترال فالف كلوز. الاول بس كده تعالى على جنب افهمك يعني ايه كلمه ميترال فالف. او احنا كنا رسمناها هنا فوق. استنى لو ده كده القلب عند سيادتك كان بيبقى ما بين الاتريا. لو انا كده قسمتهم اتنين ما بين الاتريا والفنتركل بيكون فيه باي كاسبت فالف اللي هو بنسميه ميترال فالف او الصمام الميترالي ميترال فالف. طيب امتى الميترال فالف ده يقفل؟ الميترال فالف ده يقفل امتى؟ لما يكون هنا بيحصل فيه كونتراكشن عشان الدم يطلع بره. تمام كده؟ طيب يبقى لما ده او الليفت فنتركل يعمل كونتراكشن الميترال فالف او البايكاسبيد يقفل. ومين اللي يفتح؟ الاورتيك فالف. اهو ما انا عندي كده عندي في حاجه طالعه اسمها اورت اهو. الاورتيك ده يفتح. طب وده يقفل ليه؟ عشان الدم ما يرجعش في الاتجاه العكسي بالعقل كده واحنا كنا قلناهم ورا بعض. مين يفتح مين يقفل مين يفتح مين يقفل. يبقى لما امتى السيميلونر امتى الميترال فالف يقفل امتى يقفل لما الليفت فنتركل يعمل كونتراكشن. هاجي ابص كده طبعا ده كده الجراف بتاع الليفت فنتركل اللي هو كامل على بعضه. اجي ابص امتى يحصل كونتراكشن اللي هو اعلى قيمه عنده هنا. اعلى قيمه عندي هنا يا اخوانا هاجي هنزل لتحت كده وابص عليها الاقي عند الزد. فدي اعلى قيمه اللي هي الكونتراكشن بتاعت الليفت فنتركل. دي كده اعلى قيمه اهو عندي دي كده عند زد بيكون 16 اعلى بلاد بريشر. مش هتلاقي بلاد بريشر اكتر منه. نفس فكره الاوبتيمال تمبريتشر كده يا اخوانا اهو. يبقى اعلى قيمه عندي هنا تبقى الزد. فالاجابه عندي هتبقى جماعها هتبقى زد. The opposite graph هتبقى زد عندي. Explain. The entrance of air of oxygen or air differs from stem of herbaceous plant and woody stem. خلي بالك بقى انا بربط لك في السؤال ده او هو في الكتاب عندك بربط لك السؤال ده حته في الشرق على حته من الغرب. الهربيشيوس بلانت دي اللي انت كنت اخدها في الترانسبورتيشن الستيم بيكون فيه حاجه اسمها استوماتا بيدخل منها الاكسجين. تمام. ايه بقى الودي ستيم؟ اخدتها في اخر درس في المنهج ان النبات بيعمل ريسبيريشن امبلانت مصدر دخول الاكسجين. كان عندك في حاجه اسمها في الودي ستيم افتح اخر درس هتلاقي في حاجه اسمها لينتكلز او لينتكلز او عديسات او هتلاقي جنب اللينتكلز في حاجه اسمها كراك. الكراكس اللي بتكون موجوده او الشقوق اللي بتكون موجوده فين؟ في الستيم مصدر دخول الاكسجين. فهنا عندي اللينتكلز هنا عندي في استوماتا موجوده في الهربيشيوس ستيم او الصقلان العشبيه الخضراء. Compare between the epiderms in each of the root and the stem. يا سلام الروت مستحيل تلاقي فيه نو كيوتين او كيوتيكل لان الكيوتين دي ماده اصلا امبيرمبل مستحيل تعدي الميه. ما بالله عليك ينفع ان الروت يكون فيه كيوتين او كيوتيكل ما يعديش الميه؟ ده اصلا الروت ده اهميته يعمل ابزوربنج الووتر. انما الستم بيكون فيه على الابيدرمز من بره لاير اوف كيوتين او كيوتيكل. نفس القصه برضو الليف الليف برضو بيكون عليه من بره لير اوف كيوتين او كيوتيكل على الابيديرمز. انما هنا مستحيل يكون في كيوتين او كيوتيكل فين في الروت. هنا بيمنع ان المايه تطلع بره النبات انما الروت انا اصلا عايز المايه تدخل جوه البلانت. طيب the role of enzymes is restricted on the digestion of food substances only. How far this is the statement is correct. قد ايه الكلام ده صح؟ الانزيمز بستخدمها في الدايجيشن بس. اقول له الكلام ده غلط رونج. تقول لي يا مستر مش الانزيمز بس في الدايجيشن؟ هقول لك هو انت من سيادتك اخدت انك انت في الريسبيريشن كان عندي في حاجه اسمها ريسبيراتوري انزيمز صح كده ولا غلط ولا لا؟ بس امتى بستخدمها فين؟ في الريسبيريشن. لو انت مش واخد بالك انا بفكرك اهو انت اخدت في الدايجيشن في دايجستيف انزيمز في كمان ريسبيراتوري انزيمز في الريسبيريشن. وعايز اقول لك كمان بس مش عليك والله في حاجه اسمها فوتوسينثيتك انزيمز. كل حاجه يا جماعه بيكون لها انزيم مش بس الانزيم يقتصر على الهضم. لا طبعا يبقى في ريسبيراتوري انزيمز اللي انت اخدتها صريحه في المنهج عندك تعمل ريسبيريشن. ذا اوبوزيت فيجر شو الشكل اللي عندي بيعبر عن في شكل كده راح مننا. تمام كده بيعبر عن A number of EDP molecules in the cell bathing with the time. طبعا الجراف بيكون عامل ازاي يا جماعه؟ عامل كده تايم مع مرور الوقت وكميه الاي دي بي. يبقى ده دايركتلي بروبوشن مع مرور الوقت
كمية الـ EDB بتزيد. Is that mention the cell in active state or not؟ هسألك سؤال، هو أصلا الـ EDB دي جاية منين؟ من إنك أنت كان عندك حاجة اسمها ATP اتكسرت وطلع حاجة اسمها ADP بلس بي بلس عندي انرجي طلعت من البوند. تمام، انا بقول لك كميه الاي دي بي زياده، يبقى كميه الاي تي بي برضو زياده، يعني انا بستهلك الاي تي بي. فلما الاي تي بي يستهلك يبقى انت كده السيل في حاله اكتيفيشن، في مرحله نشاط، انك انت محتاج انرجي، فبالتالي الاي تي بي بيقل، يبقى الاي دي بي انا اسف الاي تي بي عمال بستهلكه. تمام، بستهلك منه كميه كبيره، فلما استهلك كمية كبيرة يبقى أنا عندي كمية لما استهلك منه كمية كبيرة كميته عمالة بتقل، فالـ ADP كميته عمالة بتزيد، فأنا عندي كمية كبيرة من الـ ADP وعمالة بتزيد الـ ADP. معنى كده إن أنت هنا في حالة activation أو في active state. ليه يا جماعة active state؟ لأنك أنت سيادتك الـ ADP هو اللي كتير. عارف لو الـ ATP كتير ومحافظ عليه وعمال بيزيد يبقى أنت كده عمال بتنتج ATP وبتخزنها وأنت مأنتخ. أمال إمتى الـ ADP يزيد؟ لما أنت تكون عندك بتعمل اي اكسرسايز او بتعمل اي حاجه مجهود فيه محتاج فيه انرجي، وبالتالي سيادتك تبدا انك انت تعمل ايه، تبدا انك انت تعمل انرجي، تعمل ايه، محتاج انرجي، محتاج انرجي، فانت بتحرق في الاي تي بي. فكميه الاي تي بي كانت في الاول كانت كتير، كميته عماله بتقل والاي دي بي عمال كميته بتزيد، ويطلع عندي انرجي ويطلع عندي فوسفيت جروب او معايا كده. طيب يبقى انا عندي هنا الـ ADP كتير، يبقى انت في حاله اكتيفيشن. عارف لو كان الـ ATP كان كتير يبقى انت في حاله الريست ستيت. معايا يا اخوانا كده؟ ده كده بالنسبه للامتحان نمبر كام؟ نمبر 4. هل في اسئله تانية؟ لو مفيش اسئله تانية خلاص، ده كده الامتحان نمبر 4. ربنا يعينكم، وان شاء الله الامتحانات هتنزل ورا بعض باذنك يا رب. يلا مع السلامه، باي باي.